ما بيوفر رئيس الجمهورية ميشيل عون مناسبة من دون الدعوة للعودة الآمنة للنازحين السوريين لبلدهم، كون لبنان صار منهك باستضافته أكبر عدد من النازحين السوريين على أرضه. هالحديث استرجع بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية السورية خارج سوريا، لكل التوقعات بتشير لإعادة انتخاب بشار الأسد مرة جديدة رئيس لسوريا، بالوقت اللي بينافسوا شخصين وهن المحامي محمود مرعي وعبد الله سلوم سلوم. من صباح اليوم بلش توافد السوريين للسفارة السورية باليرزة من مختلف المناطق اللبنانية، بالوقت اللي عملت القوى الأمنية والجيش اللبناني على تنظيم السير بسبب العدد الكبير للمقترعين، إلا أنه العملية الانتخابية السورية بلبنان تخللها إشكال على طرقات عدة، فتسجل إشكال كبير على أوتوستراد جوني نهر الكلب. فبعد مرور مسيرة داعمة لبشار الأسد، أقدم عدد من الشباب على نزع لفتات وصور وأعلام مؤيدة للأسد، وبعد ساعات بالمقابل عدد من النازحين السوريين بالهجوم المضاد على موقع تجمع الشباب اللبنانيين، الأمر اللي أدى لوقوع إصابات من الطرفين. كما تسجل إشكال بساحة ساسين بالأشرفية بين الباصات اللي عم تنقل الناخبين السوريين ومعترضين على مرورهم، وتم تنزيق صور بشار الأسد. السفير السوري بلبنان علق على الاعتداءات وقال انه الاعتداء على الناخبين السوريين بلبنان مؤلم ومنحطه برسم السلطات المعنية بلبنان، فكيف انقسمت الاراء حول الانتخابات وحول الاعتداءات اللي صارت؟ الإجمال الكبير كان أنه طالما سوريا صارت أمنة بأغلب أراضيها وشعبها مناصر لبشار الأسد، شو السبب اللي عم يمنع النازحين من العودة لبلدهم؟ ولابد من الإشارة إلى أنه السفير السوري اعتبر بحديث اليوم أنه هالانتخابات هي مقدمة لعودة السوريين لبلادهم. نرجو لليوم الانتخابي وهذا الاستحقاق أن يكون مقدمة ومقدمة سريعة لعودة السوريين إلى وطنهم. فهل كلام السفير السوري رح يتنفذ على أرض الواقع بعد الانتخابات أو هو كلام مش أكتر؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.